السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، سنتعرف إن شاء الله في هذا الفيديو على حيلة جديدة من حيل الرياضيات، وذلك لتسريع وتسهيل عملية الفهم إن شاء الله. إذا الحيلة في درس الكسور للجمع وطرح عددين كسريين ليس لهما نفس المقام. إذا الأعداد الكسرية اللي ما عندهاش نفس المقام، إذا كيف سنجمع أو نطرح؟ إذا في هذا الفيديو سنتعرف على هذه الحيلة والتي تسمى بفراشة الكسور. إذا كيف ما كنعرفوا أن هذا الدرس هذا هو درس سهل، ولكن بعض التلاميذ، يعني نجد فئة من التلاميذ كيصعب عليهم الفهم السريع لهذا الدرس. إذا نأخذ المثال الأول، إذا 8 على 3، إذا 8 على 3 زائد 4 على 8. إذا بهذه الطريقة هذه، كما قلت لكم أن هذه الحيلة تسمى بفراشة الكسور. إذا تبع معي بهذه الطريقة هذه هكذا، ثم هكذا سنحصل تقريبا على شكل فراشة. إذا 3 في 4، إذا كم تساوي 3 في 4؟ إذا تساوي 12، نكتب هنا 12، ثم عندي هنا 8 في 8، كم تساوي 8 في 8؟ إذا تساوي 64. أربعة وستون.